مرحبا بكم، مساء الخير. سنتكلم اولا بالفرنسيه وبعد بالعربيه. دونك nous accueillons avec plaisir le groupe Tajalliyat qui a été créé en 2020. Il présente une musique pleine de spiritualité et d'humanité, une musique qui touche la vie humaine dans ses aspects émotionnels et intellectuels, un style à la fois folklorique et parfois irakien. Le groupe est composé de Karam Thamer, qui joue du oud, Ahmed El Qassem, qui joue du violon, Mohamed Ammar à la percussion, Omar Anis à la guitare, Mohamed Otbi à la flûte, Ziad Aboudrag au kanoun et Mustafa Talal au piano. فالفرقة التجليات هي فرقة موسيقية أنشئت في عام 2020. تقدم نوع موسيقي يهتم بالأفكار الروحية والإنسانية المرتبطة بكل جوانب إنساني بأسلوب عراقي أحياناً وعربي أحياناً. تتكون هذه الفرقة من ثامر كرام وهو يلعب العود، أحمد القسام كمان، محمد عمار إيقاع، عمر أنيس الجيتار، محمد عطبي الفلوت صح، زياد أبو دراج وهو يلعب القانون، وأخيرا مصطفى طلال. أتمنى لكم أمسية طيبة. شكرا. مساء الخير جميعا. سعادتنا لا توصف اليوم بوجودكم بيناتنا وشاركونا موسيقانا اللي احنا نطمح انه تكون جزء من ذاكرتكم ومن اخيلتكم. اليوم راح بشرف نقدم سلسله موسيقيه تبدا من اول تلميذ للشريف محي الدين حيدر اللي هو اسس المدرسه العراقيه للعود وهو مؤسس معهد الفنون الجميله. وبعدها هاي السلسلة راح تمتد مرورا بأستاذي الأستاذ نصير شمة واللي أنا اليوم أحد أعضاء الهيئة التدريسية لبيت العود العربي اللي موجود في بغداد فرع بغداد، وستنتهي تواضعا بمجموعة من المؤلفات اللي أنا سويتها اللي أتمنى صدقا أن تكون صديقة لكم على طول حياتكم. شكرا جزيلا وأتمنى لكم ليلة سعيدة. Thank you.
Thank you.
شكرا جزيلا. هذا العمل الأول اللي افتتحنا به كان من تأليف الأستاذ الراحل غانم حداد وهو سماعي لامي. العمل اللي بعده حيكون رقصتي المفضلة للأستاذ الراحل الأستاذ جميل بشير.
العمل القادم هو ميكس سويته أنا يعني بسيط لمجموعة من مؤلفات الأستاذ منير بشير. جميل لو منير 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 اللي يقول جميل للتأكيد منير جميل.
لكن مثل ما لاحظت حضراتكم بدينا غانم حداد، جميل بشير، منير بشير، الآن أتى الدور على أستاذي الكبير الموسيقار الأستاذ نصير شمع. رح نقدم عمل بعنوان الأندلس تفتح أبوابها. Thank you.
العمل القادم من تأليفي لأول مرة قدم اليوم بعنوان أفكار بلا جناح. Thank you.
هو بس حارة يمنا لو يمكم هم. يعني إن شاء الله الموسيقى تبردكم. طيب راح نقدم عمل الآن. أنا قدمته كذا حفلة، كنا دائما بكل حفل نفتتح ب يعني الكونسرت اللي هو أماني، اللي أعتقد أو يخيل لي إنه هو من أصدقائي حبوه، فراح نعزف عمل أماني وراح نخلي بيه أغنية، إذا عرفتوها غنوا إياها، وبعد هذا العمل راح يكون العمل الختام. راح نطلع من الجو العراقي، ندخل بأغنية هاي وايكو ناس فوق مدى أشوف. راح نطلع من الجو العراقي، راح نسوي أغنية همين، إذا عرفتوها غنوها. هاي العملية الأخيرة هي الاستمتاع. شكرا لحضوركم، وما أعتقد راح أضيف كلمة على اللي قلت آني، غير بس أنه أعرف حضراتكم على زملائي الموسيقيين الموجودين على الستيج، فأرجو أن نرحب بهم بأحر التصفيق. محمد عمار على الإيقاعات، عمر أنيس على الجيتار، محمد عتبي على الناي، أحمد القاسم على الكمان وهو طبيب أسنان، أستاذ مصطفى طلال على الكيبورد والبيانو، الأستاذ اللي أنا متشرف أنه أجلس يمه لأنه أكبر مني عمرا وأكثر مني خبرة، الأستاذ زياد أبو دراغ. أماني، وما راح أقول اسم العمل لأخي الختام، لازم أنتوا تعرفوه، بس أكيد راح تعرفوه. شكرا جزيلا لحضوركم.
Thank you.
شنو ما حد غنى؟ ما سامعين حاسبينك؟ طيب خلينا نشوف هاي الجاية سامعينها لو لا، نحاول قدر الإمكان. شكرا. Thank you.